السلام عليكم ورحمة الله. أنا وشعيب وري الحامل البطاقة الوطنية رقم دوبل في 10517 عون سلطة مقدم حضاري بقسم متقاعد بقسم الشؤون الداخلية عدالة إقليم الجديدة. أنا سبق ليا جاء سيدنا الله ينصرو ويحفظه ويشافيه وينصر الأسرة ديالو بصفة عامة كبيرة وصغيرة. كنوجه ليه هذا النداء لسيدنا الله يحفظك وينصرك، الله يحفظك وينصرك والله يشافيك، الله يحفظك وينصرك وينصرك على الأعداء ديالك. كنوجه لك هذا النداء سيدي وكنقول بأنك راه جيتي زيارة ميمونة نهار 27 في الشهر 1 2012 جيتي زرتي مدينة الجديدة يوم الجمعة وحنا 10 الناس سلمتي لينا كل واحد عطيتيه الشقة ديالو بالكومبريمي فونت اللي هو سلمتي لينا الملكية اللي سلمتي لينا الملكية من وراها كان جا النوتير نوتير الأستاذ عبد السلام الحريشي اللي هو خلصنا ليه 1000 درهم وسلم لينا الكومبريمي بونس اللي هو خصنا نديوه للمؤسسة البنكية باش تعطينا السلف باش نكملوا الشقة ديالنا. مهم خدينا شهادة الملكية المشتركة هي هذه، ومن بعدها مشيت أنا وديت البنك ديالي المؤسسة البنكية اللي هي البنك الشعبي الفرع ديال الصفا في شارع محمد الخامس قرب المحطة الطرقية للمدينة الجديدة. اكتشفت من بعد ملي دفعت الملف ديالي اكتشفت من بعد مدة أسبوع ملي قالوا داروا معايا المؤسسة البنكية الموظفين ديال المؤسسة البنكية باش أرجع عندهم، من بعد أسبوع رجعت لقيت الملف ديالي ما كاينش. الملف ديالي ما لقيتوش ملي استفسرت في الأمر علاش الملف ديالي ما كاينش، قال لي ما عرفناش الملف ديالك فين مشى. إذا أنا كنطالب من سيدنا الله ينصرو باش يدير بحث ديال ويعرف هاد الملف ديالي أنا فين مشى، وأنا سبق ليا سكانيتو هاهو. وفي نفس الوقت ما داروش ليا حتى عون السلطة مقدم حضاري، داروني أنا فين داير عليها بالحمر، وفي نفس الوقت أنا كاتب عليها أنا نسبوني الرجل القوات المساعدة، وأنا ما عندي حتى شي علاقة مع رجل القوات المساعدة، هما داروا ليا أنا راني رجل القوات المساعدة، هاهي في الكينة، أنا كاتبها في الستيلو، هاهي، أنا ما عندي حتى شي علاقة مع القوات المساعدة، أنا القوات المساعدة وحدة، حقيقة دازوا معنا أربعة ديال القوات المساعدة، ولكن أنا ماشي من رجل القوات المساعدة، أنا مقدم حضاري. عاون السلطة مقدم حضاري بقسم الشؤون الداخلية العدالة ديال إقليم الجديدة. ملي رجعت لقيت الملف ديالي ما كاينش في المؤسسة البنكية واستفسرت في الأمر قالوا لي ما عرفناش الملف ديالك فين مشى. ملي مشيت عند الرئيس ديالي واستفسرت وقلت ليه الأمر بأن راه الملف ديالي راني ما لقيتوش، قال لي ما يمكنش الملف ديالك ما تلقاهش، واش انت مشيتي؟ قلت له ودي انا مشيت ورانا دفعتو اليوم ورانا حطيتو اليوم ولا ما سعيت. ملي قلت له دابا غادي ندير لي انا غادي نتدخل في الامر باش نشوف مع المدير ديال المؤسسه البنكيه. انا ما عرفتوش اش دار، واش هو اتصل بيه ولا ما اتصلش بيه. المهم انا الشقه اللي سلم لي اللي سلمت لي سيدنا راني ما دخلتش ليها بتاتا وما عرفتش حتى كي دايره واش حتى كيفاش دايره. انا ما عرفتش شكون اللي دار هي العصا الرويضه، وهذيك الشقه اللي عطيتيني ولات الملكه شي واحد اخر، انا ما عرفتش شكون. طلبت منهم
ملي ديال السيده اللي هي مكلفه بالاستخلاص ديال الشقق، عيطت لي المره الاولى وعيطت لي المره الثانيه وعيطت لي المره الثالثه، والاخريه جات هنا العماله واستقبلها اللي مكلف بقسم الشؤون العامه والولاد اللي هو عبد الله الشافعي. والسيده يعني عيط ليا، جا قال لي السيده راه باغا فلوسها او لا تسلم ليها الشقه. المهم اللي قلت لي انا راني ما عنديش منين غادي نكمل، ما عنديش منين غادي نعطي، والبنك راه تلفت ليا الملف ديالي. دابا نتوما خاصكم تحاولوا ما عندنا امكانكم تساعدوني، اما من الجمعيه اللي انا منخرط فيها، اللي يلاه بديت الخدمه منخرط فيها، جمعيه الاعمال الاجتماعيه لموظفي وعوان عماله اقليم الجديده، ما التقيتش حتى شي رد. قلت لهم شوفوا لي الجمعيه ديال الاعمال، الجمعيه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، ما لقيتش حتى شي رد والو. ملي قلت له شنو هو الحل، قال لي ما عليك الا تمشي دير تنازل، الا ما قديتيش عليك تمشي دير تنازل وجي واقع عليا وخليه تمشي تدي المسائل ديالها. شوف خليها هي دوز لك الشقه، دوزها من ما بغات. واليوم انا كنطالب سيدنا، انا رانا فايت مني هذا الامر هذا، راني صيفط لسيدنا نهار 16 يناير 2014 عن طريق بريد الامانه، ما عرفتش واش توصل بها ولا ما توصلش بها. عاود صيفط ليه مره اخرى عن طريق البريد، والبريد ماشي ديال جديده، البريد ديال مدينه عزمور، ما عرفتش واش توصل بها ولا ما توصلش بها. درت طلب للسيد مدير الديوان الملكي، حتى هو ما عرفتش واش هو وصلو ولا ما وصلوش. اليوم الحمد لله انا احصل لي الشرف بان ملي تصورت مع سيدنا الله ينصرو، هالصوره الاولى، هالصوره الثانيه، هالصوره الثالثه، وانا حصل لي الشرف باللي هذا هو الربح ديالي، هذا هو الربح ديالي. واليوم سيدنا ملي عطاني قدم حضري بمدينه الجديده، والإدارة قلعت لي ودارت لي لاصق رويدة، أنا ما عرفتش مالي. اليوم أنا وليداتي فرحوا ملي شافوني في التلفزيون، وفرحوا ملي ديت ليهم الصور ديالي، الصور اللي تصورت مع سيدنا، وديت ليهم الكومبريمي دفونس، وديت ليهم شهادة التملك اللي عطاني سيدنا، ديتها لهم وفرحوا وقالوا الحمد لله وهذا من فضل الله، لأن الله سيدنا الله ينصرو أنعم على الوالد ديالنا وحن عليه وعطف عليه وعطاه الدار. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فإذا به في الأخير الأحلام ديالنا كلها تبخرات، الأحلام ديالنا ما تحققاتش، والأحلام ديالنا صبحت في كناف بعض الأوصياء اللي هما الناس ديال العمالة ديال الجديدة. أنا ما عرفتش شكون، أنا ما غادي نتمتع، ولكن أنا ما عرفتش شكون اللي دار لي العصابة الرويدة وخلاني مشرد، ولحد الآن أنا كاري ب20 ريال في الشهر، ب20 ريال في الشهر كاري. التقاعد ديالي خلاو ليا 19 ريال و600، جاب الله حد الآن الحمد لله. أنا خدام دابا كنصور شي طريف ديال الخبز، وأنا ما عرفتش كيفاش غادي ندير لهذا الحل. واليوم الحل غادي يبقى ما بين يد سيدنا الله ينصرو والله يحفظو والله يشافيه والله يحفظ الأسرة ديالو من الكبير حتى الصغير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.